الرب يغير الاوقات والازمنه دي ايه في سفر دانيال الرب بيغير الاوقات والازمنه من اوقات فيها خزي لاوقات فيها مجد من اوقات فيها فشل لاوقات فيها نجاح من اوقات فيها حزن لاوقات فيها فرح الرب يغير الاوقات والازمنه يعني ينهي مرحله ويبدا مرحله جديده عزيزي المشاهد لو انت في مرحله فيها تعب وفيها سلب وفيها اذى امن وصدق ان الرب بينهي هذه المرحله بتنتهي لان مش صدفه انك تستمع الى هذه الكلمات إن الرب بينهي مرحلة ويبدأ مرحلة أخرى مختلفة تماما سميها معايا مرحلة تعويضية ينهي مرحلة الأذى ويبدأ مرحلة فيها تعويض فيها بركات الرب يغير الأزمنة والأوقات إنجيل يوحنا أصحاح 16 رب بيقول للتلاميذ وده كان بيقوله لهم في ليله الصلب قال لهم ايه؟ انتم ستحزنون لان لما الرب يسوع صلب التلاميذ حزنوا جدا لما الرب يسوع مات انتم ستحزنون لكن شوف بقى اكملت الايه الرب بيغير الاوقات الرب بيغير الازمنه انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح بكوا لما الرب يسوع مات لكن ابتهجوا بفرح عظيم لما عرفوا ان الرب وشافوا الرب قائم قام من الاموات عزيزي المشاهد هذا ما يفعله الرب معنا ما بيسيبش الامور كما هي ما يسيبناش ما يسيبناش في الحزن لو انت حزين امن ان الرب يطلعك من الحزن اللي انت فيه ولكن حزنك يتحول الى فرح زي ما حصل مع التلاميذ يحصل معاك حزنك يتحول الى فرح الرب مش عايزنا مكتئبين لو انت مكتئب باسم الرب يسوع تنال شفاء من الاكتئاب الرب مش عايزنا مكتئبين الرب مش عايزنا محمومين لو انت شايل الهم ارمي الهم ده على الرب الايه بتقول كده ملقينا كل همكم عليه يعني ارمي الهم بتاعك على الرب ليه لانه هو هو يعتني بكم يعني الرب هو بيعتني بيك فما تخافش ما من بكرة ما من الناس ما من أخطاء الماضي ونتائجها اللي هتبين في المستقبل ما تخافش الرب ممسك بكل الأمور ويجعل كل هذه الأشياء تعمل معا لخيرك آمن معايا أن زمن الحزن ينتهي ويبدأ زمن الفرح ولكن حزنكم يتحول إلى فرح باسم الرب يسوع تفرح من جوه فرح يبقى جاي من جواك باسم الرب يسوع ترتفع معنوياتك وتبقى عندك معنويات مرتفعه باسم الرب يسوع تاخد زياره من الرب زي ما يوسف قال قال, قال انا هموت طبعا وضعكم هيهتز في البلد ما تخافوش قال لهم ولكن الرب سيفتقدكم يعني الرب هيزوركم فلو انت حزين مكتئب متشائم مفيش تشاؤم في علاقتنا مع الرب الرب يزورك ويشيل كل تشاؤم ويشيل كل حزن ويشيل كل هم ويبدا معك مرحله جديده نسميها مرحله الفرح زي ما بيقول الكتاب لا تكون الا فرحا لا تكون الا فرحا يعني مفيش اي احتمال لحاجه تانيه لا تكون الا فرحا تقول لي ازاي؟ اقول لك ده زياره من الرب، اسم الرب يسوع تاخد زياره، الرب يزورك ويعمل فيك بالروح القدس واحد ثمر الروح القدس ايه؟ محب... يقول محبه فرح في الروح يدي محبه بيدي سلام بس بيدي كمان فرح باسم الرب يسوع تبقى فرحان ولما تي... ت... تروح البيت ت... اولادك او لما تروحي البيت أولادك بيشوفوك فرحانه وشوفوك فرحان وفي الشغل تبان فرحان ولا تنسى الأية الهامة اللي بتقول افرح كل حين افرح ايه كل حين آية بتقول كده افرحوا في الرب كل حين يعني انت لما تبقى في علاقة مع الرب هيديك فرح داخلي هيزورك ويديك فرح افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا باسم الرب يسوع لا للحزن باسم الرب يسوع لا للهم باسم الرب يسوع لا للاكتئاب باسم الرب يسوع لا للمعنويات المنخفضه باسم الرب يسوع نكون من فرح الى فرح نكون من مجد الى مجد نكون دائما من قوه الى قوه عزيزي المشاهد بكمل معاك التأمل في قصة رجل الله العظيم يعقوب من سفر التكوين كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن ولادة يعقوب انه اتولد ومعاه اخوه عيسو لان هما توأم الاتنين وده كان في القصة دي في سفر التكوين اصحاح خمسة وعشرين بيقول الكتاب ان امهم رفقه كان في بطنها ايه توأمان دي ايه 24 بنكمل بقى مع بعض خرج الاول يعني خرج الاول اللي اتولد الاول يبقى هو ده الاكبر خرج الاول ايه احمر كله كفروه شعر يعني شعر كتير في جسمه والشعر ده بيميل الى اللون الاحمر وعشان كده سموه ده اسمه عيسو عيسو يعني شخص مليان شعر يعني ايده فيها شعر رقبته فيها شعر فسموه عيسو عشان شافوا شكله كده وبعدين بعد ذلك خرج اخوه وشافوا حاجة غريبة جدا وطبعا الرب سمح بالحاجة دي عشان ده يوجه نظر اسحاق الاب والام يقول لك خرج اخوه ويده قابضه بعقب عيسو يعني ايده ماسكه في كعب عيسو يعني عيسو خرج الاول من بطن امه وبعدين يعقوب حاجه غريبه بس حاجه ليها فايده انه هو ماسك في في الكعب بتاع رجل من الاثنين بتعود اخوه وكانه عايز ايه عايز إيه يعني بيصارع كانه عايز يطلع هو الاول فسموه ايه بقى فدعي اسمه يعقوب لان كلمه يعقوب دي معناها واحد بيمسك في العقب او بيمسك في الكعب او معناها واحد بيتعقب واحد يعني واحد ماشي وراء واحد وهم لما سموه بالاسم ده كان بس عشان شافوا القصة شافوه شافوه يعني وهو بيتولد بهذه الطريقة لما ده كان ليه معنى مفيش حاجة بتحصل ملهاش معنى الرب كان عايز يكلمهم بالطريقة دي خلي بالكم الولد الصغير ده هيبقى ماسك في اخوه الكبير وعايز يبني حياته على اخوه الكبير وده غلط يعني ماشي ورا اخوه الكبير وعايز ياخد منه وده غلط وعشان كده الرب بعد كده غير اسمه يعقوب قال له يعني تتعيش بالطريقه الوحشه دي تبقى مثلا زي واحد كده تلاقيه ايه كل عقله ازاي ينافس فلان ازاي ياخد من فلان الشغل ده ازاي فلان يتكلم عليه ازاي يعني حياته كلها مرتبطه ماسك في كعب واحد حياته مرتبطه بالبشر هتعيش طول عمرك كده هتعيش طول عمرك الحاجه اللي تقلقك مش عارف مين قال عنك ايه ومين قال ايه وايه 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 هتعيش مشغول بالناس وباني حياتك عليهم هو يعقوب كان كده واحنا قلنا ان يعقوب رجل الله العظيم ده بيشرح حياته تشرح ازاي الرب بيعالج الحاجات الوحشه اللي دي لان يعني هو كان فيه الحاجه الوحشه دي كان كان عيسو ده هو اللي اللي واخد منه كل حاجه وهو عليه ياخد ده من عيسو وقعد ماشي ورا عيسو بينما الموضوع ابسط من كده ان هو كان محتاج يمشي مع الرب لو انت ماشي مع الرب الرب هيسعدك مهما كان عيسو بيعمل ايه جارك بيعمل ايه اللي بيشتغل معاك في الشغل مشكلتنا مش مع الناس دي كانت حياه يعقوب الغلط انه فاكر المشكله هي وجود عيسو ان عيسو ده هو اللي منعه هو اللي طلع قدامه فعايز يرجعه لورا هو اللي واخد منه المركز الأعلى هو هو لا المشكلة يا يعني عم مش عيسو إطلاقا المشكلة إنك أنت ما عندكش إيمان لو عندي إيمان مش هتبقى المشاكل الناس ولا الظروف عزيزي المشاهد لو عندك مشكلة شيل من مخك إن المشكلة دي سببها فلان شيل ما تقولش مشاكل بيتي دي كلها سببها مثلاً اه قريب الفلاني او مامت او ابو مراتي اصل بيتدخل لا لا شيل من مخك الكلام ده المشكلة سببها ان انت ما بتصليش بإيمان لأن لو صليت بإيمان وحياتك الروحية ارتفعت الرب هيتحكم في أبو مراتك في أم مراتك الرب هيتحكم في الظروف الرب هيتحكم في الجيران ويخليهم كل دول بيشتغلوا لحسابك انت الرب هيتحكم في عيسو ويخلي عيسو يشتغلوا حسابك يا يعقوب المشكله مش الناس وطبعا دي كانت رساله كانت رساله لاسحاق ورفا انهم يخلي بالهم ان الولد الصغير حاسس ان اخوه الكبير هو المشكله ولازم كانوا يعلموه زي يحب اخوه وان ده مش المشكله وان لو عندك مشاكل تبقى مشكلتك انت مع ربنا انك انت لو حياتك مع ربنا كويسه خلاص انما للاسف الشديد ابو ام يعقوب ما اهتموش بالنقطه دي ولهذا طلع في صراع بين الاثنين باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع لكل اب ولكل ام اقول باسم الرب يسوع ينتبهوا عشان تصرفاتهم مع اولادهم ما تطلعش اولاد يتخانقوا مع بعض وكل واحد يفتكر اني انا عشان اكبر لازم اخويا يصغر باسم الرب يسوع الاب والام يبقى عندهم الحكمه في التعامل الحكمه اللي تخليهم يطلعوا اخوات مش زي عيسو ويعقوب لا يطلعوا اخوات يحبوا بعض الأخ ما يحسش إن أخوه مشكلة، يعني يعقوب كان حاسس إن عيسو ده دايماً المشكلة، وماشي وراه بيتعقبه. لا، يطلعوا ما يحسوش إن إن الإخوات مشاكل، يحسوا إن الإخوات دول بركة، بركة، وأنت لو أخ وشايف إخواتك مشكلة ليك، صلي إن الوضع ده يختلف وتحس ويجي الوقت تحس إن إخواتك دول بركة من الرب ليك. المهم سموا ده عيسو عشان عنده شعر والمعنى الكلمة وسموا التاني يعقوب عشان ماسك في الكعب بتاع يده قابضة شوف التعبير قابضة بكعب عيسو ويقول الكتابة آية 27 يعني من البداية في خناقة بين الاثنين أو في منافسة يقول لك كبر الغلامان وبس ابتدوا بقى يختلفوا في, في, في حاجه مهمه جدا يقول لك كان عيسو انسانا يعرف الصيد انسان البريه يعني عيسو بقى ما طلعش زي اسحاق ولا طلع زي ابراهيم ده بيعمل حاجات لا ابوه ولا جده كانوا بيعملوها ويمكن ده اللي خلى اسحاق ينجذب ليه لانه شاف في عيسو انه عمل الحاجه اللي هو ما عملهاش فانجذب ليه اكتر من يعقوب وده طبعا ده تحذير اوعى تنجذب لابن من ابنائك علشان مثلا طلع بيعمل حاجه اللي انت كنت فاشل فيها او اللي كنت مش ناجح فيها او اللي ما كنتش بتعملها او تميل لابن من ابنائك عشان طلع زيك مثلا انت شاطر في الرياضه وطلع شاطر في الرياضه انت تحب الكوره هو بيحب نفس الرياضه لا ما تميزش ابن من ابنائك على لهذه الاسباب انه بيعمل حاجه انت ما عملتهاش او طالع زيك لا وتبتدي بقى يبقى عندك محاباه ليه والمحاباه دي تبوظ العلاقات جوه البيت بتاعك لا ما تعملش كده يعني انت ما تعملش كده وقول يا رب اديني ان انا اظهر محبه حقيقيه متساويه لكل الاولاد عشان ما يطلعش ما يطلعوش حساسين من بعض ويطلعوا يحبوا بعض ويشيلوا بعض في وقت الازمات. عيسو طلع ايه بقى؟ عيسو انسانا يعرف الصيد يعني بيطلع ما بيعيش مع عيلته زي ما قلت لك بيعمل حاجه ما عملهاش اسحاق ويطلع بقى بره في الصحراء ويبتدي يصيد بقى من حيوانات الصحراء وطبعا حياه خطره جدا بس هو حبقى وابتدى بقى يبقى شجاع وعضلات وقوه وعايش بقى معتمد على نفسه ومنطلق في الحياه دي الحياه دي، كان عيسو انسانا يعرف الصيد انسان البريه. ويعقوب بقى كان انسان بتاع البيت. يعني صحيح طالع زي ابو اسحاق بيرعى غنم وزي جده بس بيرعى غنم حوالين الخيمة اللي أنا بقول عليها البيت يعني يطلع يرعى شوية ويرجع لكن عايش في الخيمة ده معنى الآية اللي هنا يعني في فرق بين الاتنين في واحد بيسكن الخيام وفي واحد بيعرف بيشتغل في صيته طبعا ده أثر في شخصية ده وشخصية ده لأن عيسو طبعا لما عاش بقى بعيد عن البيت أو بعيد عن الخيمة يعني ما تأثرش بأبوك بالأخلاقيات ابتدى بقى يبقى عنده أخلاقيات أخرى اتجاهات أخرى صحيح قصصه بقى مثيرة لما يرجع البيت يحكي وأبوه فرحان بيه لكن ما أدركش إسحاق أبوه إن الحياة اللي بيحياها دي غ... هد... مش هتطلعه امتداد ليه و... ودي نصيحة للأب والأم إن دايما تصلوا إن أولادكم ما يتحطوش في ظروف يغيروهم للأسوأ باسم الرب يسوع لازم نصلي من أجل إن اولادنا ما يتحطوش في ظروف يعني تقولي ده بيحب كذا اوي قوي اه بس انت مؤمن تصلي وتشوف الحاجة اللي بيحبها ابنك دي لما تسيبه يعملها هتضره هتضره شخصيته هتبعده عن الرب تقولي ده هيطلع مش عارف حاجة عظيمة جدا طب ولو طلع حاجة عظيمة جدا وانت متأكد انه مش هيعرف الرب وهيبعد عن الرب، إيه ده يبقى أنت إيه يبقى هو خسر كل حاجة، لأن لو كسب كل حاجة وملوش علاقة مع الرب اللي كسبه اللي كسبه ده هيبقى ضرر ليه، هيبقى مؤذي ليه، لأن أي حاجة من غير الرب بتبقى مؤذية. إنما إسحاق ما كانش عنده هذه الاستنارة وهذا الفهم، وهي القصة لما تبقى مكتوبة هنا عشان نتعلم، إن الوسط بيأثر في الإنسان. فلازم لما حتى الكبار، انت كبير لما تروح حته ممكن الحته دي تغير تفكيرك من غير ما تحس. فلازم قبل ما تنقل لبلد تصلي انك ما تتحطش في ظروف تأثر فيك. وللأسوأ، تصلي ان الرب يحفظك في مشيئته، لأنك انت لو رايح حته جديده في وده في مشيئة الرب مؤكد ان الظروف الجديده مش هتاخد منك الحاجات الكويسه دي هتضيف. انما لما تعمل زي عيسو او وتروح حته كده تبقى بتصيد وما فيش عيله وما فيش دف العيله وما في كل ده طبعا اللي بيتحرم من دف العيله نفسيته بتتأثر وشخصيته بتتاثر باسم الرب يسوع لا احنا ولا اولادنا نطلع بره مشيئه الرب وندخل في ظروف جديده تؤثر علينا بطريقه سيئه يقول الكتاب: "كان عيسو انسانا يعرف الصيد، اما يعقوب فكان انسانا يسكن الخيام". وبعدين ايه 28 دي ايه خطيره جدا جدا، لانها بتكشف حاجات، وطبعا كلمه الله دي المرايه اللي احنا بنشوف فيها العيوب والاخطاء بتاعتنا، هي اسمها المراه. رساله يعقوب بتقول عليها كده، دي المراه الصادقه اللي بتقول لك انت لابس قميص مش نظيف. اللي بتقول لك انك شكلك مش عارف فيه ايه فالمراية هنا بتقول ايه احب اسحاق عيسو زي ما قلت لك يمكن يكون حبه علشان بيعمل حاجة ما هو ما عملهاش لكن هنا الكتاب بقى بيقول لك السبب لان في فمه صيدا لان اسحاق كان الفم بتاع اسحاق مليان اكل من الصيد بتاع ابنه وإسحاق يبدو انه في سنه ده اه ابتدى يبقى انسان يعني اه بيهتم بي او الامور الجسديه طاغيه عليه هو مش غلط انك انت تاكل اكل حلو لكن غلط ان الاكل الحلو ده ياثر عليك ويأثر على قراراتك او فتاكل لانه اكل حلو تاكل اكل يضر جسمك طبعا ده خطيه تاكل اكل يضر صحتك، تاخد اكل يبوظ شكلك، تاخد اكل تاكل اكل يزود مرض عندك، المرض ضد الاكل ده، دي خطايا. ده كانك زي ما قال الكتاب في الايه من المطل... تبقى من المتلفين اجسادهم، يعني بتتلف جسدك عشان بتحبه، يعني عشان ضعيف امام الشهوه بتاعت الاكل وامام طعم الاكل، اسحاق كان فيه العيب ده. ضعيف قدام اللحمة اللي جاية من الحيوانات اللي بيصدقها عيسو ويبدو ان مراته ما خدتش بالها من النقطة دي ما خدتش بالها ان اسحاق بيحب عيسو عشان كده فالبيت اختل يقول الكتاب ايه أحب طب تقولي كانت مراته تعمل ايه لا مراته كانت تحاول بقى تعمل اكل لانها نجحت لما في قصه بقى القصه جايه بعد كده قدرت تعمل له اكل جميل زي الاكل بيعمله عيسو يعني عيسو ما كانش بيصيد بس ده كان بيصيد ويشوي يعني ياخد اللحمه ويشويها واكيد بيحط عليها حاجات آه وتبقى طعمها جميل جدا فاسحاق حب الاكل ده هي كان وهي لما حبت تعمل عملت بس يبدو انها كانت مهمله في هذا الامر ومكتفيه ما دام ابنك بيعمل خلاص لا مش خلاص لان ده خلى اسحاق يميل عيسو على حساب يعقوب يقول الكتاب شوف الكتاب دي مرايه انا كنت ممكن تبقى كده وانت ممكن تبقى كده آه بتميل الناس لا على اسس غلط هنا ده اساس غلط يقول لك احب احب هنا يعني ايه يعني حب ومحبه اكتر احب اسحاق عيسو لان في فم اسحاق في اللحمه اللي بيشويها وبيصدها وبعدين يشويها عيسو يقول لك احب اسحاق عيسو لان في فمه صيدا اما رفقه البيت انقسم ده بيميل لإسحاق الأب بيميل لعيسو وهي بتميل لمين بقى مش لعيسو ليه أصل عيسو يعمل لها أكل ما هي تعرف تعمل الأكل إنما كانت تميل إلى يعقوب ليه لأن يعقوب قاعد معاها طول النهار يعقوب بيروح يرعى الغنم ويرجع يلاقيها فبتحك معاه وبت الأب ميال لواحد والأم تميل لواحد وده كان بداية مأساة اللي هنشرحها في الحلقة القادمة بإسم الرب يسوع نتحرر من هذه الامور باسم الرب يسوع، الى اللقاء في الحلقه القادمه، الرب معك. الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الاسد في الخارج هديه مجانيه من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail at أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو ريفرز اوف لايف بي او بوكس 433 جرينفورد يو بي 5 9 بي جي يو كي أو أرسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة إس ام اس على 012 2577 88 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية